السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالزملاء ديالنا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ديما ان شاء الله جيناكم بفيديو جديد، غادي نوريكم هذه السلعة ان شاء الله اللي يلا دخلت لينا جديدة. غتبقاو معانا حتى الاخر باش نوريكم هذا الشيء اللي جا جديد، ونتمنى يكون عند حسن الظن ديالكم. كما كتشوفوا عندنا هاد السيرفيس اي بيس، هذا السيرفيس تاع العطرية على 12، كاين 6 فوق و 6 لتحت. كما كتشوفوا ها هو كيدور، يعني اللي بغينا كندورو هكا كناخدو اللي بغينا. هاد السيرفيس هذا كتشوفوا هاد البرونز، هذا بلاستيك، يعني ما تخافوش منه يصدي ولا شي حاجه. وهاد القريعات هادو ها هما ينوار ومنقطين بحال شكل غرانيت. هاد القرعه هادي ديالهم كتحل هكا بكل سهوله، الا بغينا نعمروها بالعطريه ولا نغسلوها، يعني كنحيدوها ساهل، نعمروها وكنرجعوها. بالنسبه للاستعمال ساهل، هنايا عندنا هو نيفو، كاينه هادي على حسب كل واحد شحال كيبغي ياخذ. كاينه هادي مويان وكاينه هادي صغيره كما كتشوفوا، شي حاجه زوينه، منظر زوين تحط في الكوزينه ديالنا. سيرفيس على 12، يعني تبارك الله يهز لينا بزاف في الانواع العطريه. وعندنا هذا الشكل هذا حتى هوايا، هذا على 8، هذا كيتحط ويتعلق، نقدو حتى نعلقوه الا بغينا. حتى هوايا زاج، يعني العطريه ديالنا دائما ما تخسرش لينا، لان الزاج كيحافظ على العطريه. فيه حتى هو هنايا، فيه سواء هنايا سواء في طواني بو كما كتشوفوا. وعاد باش الا بغينا نحلو هكا، بغينا نعمرو العطريه ديالنا، يعني شي حاجه ساهله. نوريه ليكم بالنور، تشوفوا بالنسبه اللي بغى يعلقو شي حاجه زوينه. وغادي ندوزو لهاد لي بواط هادو. هاد لي بواط هادو كما كتشوفوا واحد الجوده عاليه ديالهم. هاد لي بواط هاد الكاريه هادي على 3، فيها 3 القياسات. هذا راه ديال العود كما كتشوف السمك ديالو شحال غليظ، وعندو هاد البلاستيكه هادي هيرميتيك، يعني كيتسد لينا بإحكام، يعني كيتغلق ما تخافوش منه، اي حاجه درناها فيه يحافظ لينا عليها. هاد المجموعه هادي فيها 3 ديال لي بواط على شكل مربع. وعندنا عاوتاني الشكل الثاني، هاد الطويل هذا فيه حتى هو 3 القياسات كما كتشوفوا. بونديوني اسم ديالنا، ودائما كما قلت لكم عود، وحتى هما ايرميتيك. كنحتاجوهم بزاف الحوايج في المطبخ. وكاين عاوتاني عندنا هذا الشكل هذا الطير، راكم تشوفوا هذا واحد الشكل رائع، حتى في الكوزينه كنحطهم واحد المنظر كيعطيو زوين. يعني هادو عندنا 3 ديال الاشكال مختلفه، والاثمنه مزيانه. وكما شفتوا الزاج حتى هو السمك ديالو كيفاش داير، ماشي شي حاجه رقيقه، كنأكد راه زاج ماشي بلاستيك. وهذا عود. وعندنا هاد لي بوكال هادو كما كتشوفوا واحد الشكل زوين رائع. عندنا 4 كيكونوا في هاد البواط هادي، هاهما هي. بعض القياسات تم واحد الشكل زوين، النقطة ديالو هي هادي، كنحطها هكا كتسد إحكام، يعني مغتخافوش منها. تا هو مزاج، هادي تا هي الشكل هذا فحال الفرشي وخفيفة. وغادي ندوزو لواحد
لي بوكال ايرميتيك حتى هنايا. هاد لابواط هادي فيها خمسة ديال لي القريعات، هادو ولا بد يكون عندنا في الكوزينه ديالنا. هاد لابواط هادي فيها خمسة، ها هنايا قياسات مختلفة. كما كتشوفوا في الصورة ها هما عندنا خمسة، شي حاجة زوينة ايرميتيك كما كتعرفوا. هادو ساهلين بالنسبة اللي بغى يرقد الحامض، بالنسبة للسمن، بزاف الحوايج يعني نستعملوهم فيهم. نتمنى تعجبكم هاد المجموعة الرائعة اللي جبنا ديال الزاج، شي حاجة جديدة وأثمنة جد مناسبة. هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، هاد الشكل هذا جا بحال المربع، ثلاثة ديال القياسات مختلفين. عندنا الغطاء تاع العود تا هما ايرميتيك، شكل غزال. ونتمنى هاد المجموعة الرائعة اللي قدمنا ليكم اليوم تعجبكم، شي حاجة جديدة وأثمنة جد مناسبة. وغادي نخلي لكم الرقم في الهاتف ديالي ان شاء الله، بالنسبه اللي بغى شي حاجه يا اما بالجمله يا اما بالتقسيط غادي نوريهم لين ياخذها. مرحبا بالزبناء ديالنا الكرام في كل مكان. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تبخلوش علينا بالليجيم وبالبارطاج، والى فيديو لاحق ان شاء الله.